السلام عليكم، أنا زميلكم محمد مرزوق بني هاني، طالب طب سنة رابعة من دفعة شغف جامعة اليرموك. طبعا أنا إن شاء الله راح أغطي لكم مادة الميكروبيولوجي كاملة، وحاب مبدئيا أعطيكم نظرة عامة عن المادة ونتناقش بكم موضوع. مبدئيا مادة الميد للمايكرو أكثر من مادة الفاينل، هسه أكثر من مادة الفاينل، وبتقدر تقول يعني أسهل شوي. كيف يعني؟ مش هي من ناحية النوم، من ناحية تنظيم للفصل كامل. هسه أنت بنص الفصل تمام، راح تكون قاعد تمتحن امتحانات ميد، وراح تظلك لمدة أسبوعين تمتحن. وبالمقابل الدكاترة ما راح يوقفوا، راح يظلهم يعطوا محاضرات بالجامعة ويشرحوا فاينل. فأنت لما تخلص الميد راح يكون متراكم عليك أسبوعين محاضرات، غير عن إنه أصلاً الفاينل طويل، يعني بالوضع الطبيعي هو طويل لو ما صارت هاي الشغلة. فاللي بدي أقوله إنه يفضل مبدئياً تتفق مع حالك إنه تدرس أول بأول. لويش دراسة أول بأول؟ لانه الفصل هذا جدا مهم، يعني لو بس بدك تدرس اول باول هالاربع شهور، بعدين لكل حادث حل. يعني انت جور على حالك الفصل هذا، وبعدين الله بيفرجها ان شاء الله، لانه الفصل هذا بيعطي اساس مهم جدا للطب، وحرفيا الفصل هذا بيبين الصالح من الطالح. يعني انت لقدام اذا قطعته مليح لقدام راح ترتاح، وراح على الاغلب يعني راح تصير طبيب قوي كمان. ويعني واذا ما درسته ما بدنا نقول راح تصير طبيب ضعيف، بس راح تعاني حتى تصير طبيب قوي. يعني اي شيء تعمل له سكيب بالفصل هذا راح تلاحظ اثره لقدام. مثلا محاضره هايبرتنشن بالفارما، ثلاث محاضرات هم جايات بملف واحد، انت عملت لهم سكيب كلهم، ما كنت ملحق مثلا. تمام، فانت لقدام اي شيء بمر هايبرتنشن فارما راح تحس حالك ركيك، حتى لو حاولت انك راح تتغلب. واللهم صل على سيدنا محمد. هسه مادة الميد للفاينل بشكل عام، للميد عفوا، كثير حلوة وبتحكي عن مواضيع مختلفة. وفي نقطة بس حابة أوضحها، إنه مش كل شيء بينحكى لك عن الطب بشكل عام صحيح. يعني أنت لقدام خلينا نقول الفصل الثاني سنة ثانية والسنة الثالثة السيستمات كلها راح تكون أسهل من الفصل هذا. يعني أنت هسه حاليا أنت بأصعب مرحلة. أنت كيف يعني؟ كل ما كان الطب عام أكثر كل ما كان أصعب. يعني انت حاليا بالمايكرو مثلا اللي قدام بالفاينل راح نحكي عن الميكروبس للريسبيراتوري سيستم، للتنفسي وللجاسترونتستينال ولليو جي اس اللي هم الهضمي والتناسلي. فانت مطلوب منك انك تحفظ اغلب الميكروبس الموجوده بكل سيستم، ويعني راح تتغلب كثير وانت تحفظ وتميز ماده المايكرو جنرال بحكي انا. اما لقدام بالسيستمات مثلا انت الفصل اللي بعد هذا انت راح تاخذ كارديو فاسكولار، ار اس، HLS. انت يعني شو هدفك بالفصل هذاك؟ تدرس الرئه والقلب وشويه دمات، وراح تظلك تعيد وتزيد فيهن على مدار 4 اشهر. تمام، مشان هيك حرفيا انت قد ما بتتعب هذا الفصل راح ترتاح لقدام. تمام، مش بس حكي زي ما هو دارج عن هاي الجمله، باكد لك انه فعلا قد ما راح تتعب هذا الفصل راح ترتاح لقدام. مثلا نرجع لمثال السيستمات، خلينا نقول مثلا سيستم الجاسترونتستينال تراك راح تاخذه بسنه ثالثه. تمام، انت حاليا راح تاخذ الميكروبز اللي مرقت فيه كلها في محاضره كامله عن الجي اي. تمام، هسه انت حفظتهم كلهم وقطعتهم ودرست امراضهم، انت بالسنه الثالثه راح ينعادوا نفسهم، راح ينعادوا بتفاصيل اكثر. فاهم كيف؟ فانت فما بالك لما تكون اصلا عامل لهم سكيب. فبس حبيت اوضح هاي النقاط، وان شاء الله موفقين يا رب. ومبدئيا حاب اعطيكم نظره عامه عن الماده، او بشكل ادق يعني عن المحاضره الاولى. هسه مثلا المحاضره الاولى هون بتحكي عن ثلاث مواضيع رئيسيه، عن اسماء العلماء وانجازاتهم، وعن تاثير المايكرو بشكل عام على الانفايرمنت، وعلى شيء بنسميه التيرمينولوجي. اولوجي يعني علم، وتيرم يعني مصطلح، فتيرمينولوجي اللي هو علم المصطلحات. انت يعني هسه راح تمر معك كثير مصطلحات طبيه بالذات بهذا الفصل جديده عليك. فالترمينولوجي يعني بس تعريف المصطلح هذا وتوضيحه، وان شاء الله راح نغطي يعني ادق التفاصيل. ومبدئيا هاي الدوسيه حاولت اعملها شامله للريكورد، ريكورد الدكتور طبعا لدفعتنا اللي هي دفعه شغف ودفعه همم، وان شاء الله راح اسمع كمان ريكورد دفعتكم وبنزل ايديت على الدوسيه بالشغلات اللي حكاها. هو بالعاده حكي هو كل سنه، بس بحكي شغلات زياده شغلات اقل، يعني ما بيكون مركز كثير المحاضره. والكتاب طبعا اخذت اهم المعلومات، مش الكتاب كامل يعني قاعد تحطه لانه الواحد مش فاضي طبعا.
انت مش راح تكون فاضي تدرس الكتاب كامل وزي هيك، فانا اخذت اهم المعلومات بالكتاب والمعلومات التوضيحيه من الكتاب اللي بتلزمك، يعني اللي ما بلزمك اللي عملت له سكيب اكد لك 100% انه على الفاضي. تمام؟ واسئله السنوات. نشوف كيف مثلا هون. هاي المقدمه. كل شيء حاولت اوضحه مثلا بالعربي لو بجمله بسيطه يعني على الاقل بس تفهم شو قاعد بصير هني. اي هيك كمان. والجمل اللي بكون كاتبها زي هيك مثلا بشكل باهت ومطرف بتكون مش بهذيك الاهميه، يعني مثلا هون بقول لك انه دليل على انه الامراض المعديه موجوده من زمان كثير. مثلا جابوا جثه او جثث لاشخاص وكان يشوف في سواد على جمجمته. فبعد ما فحصوا السواد هذا اكتشفوا انه ستريبتوكوكال مننجيتس، يعني هو معه بكتيريا بالسحايا المحيطه بالدماغ وهذا كان سبب موته. طبعا هاي الجثه بتكون موجوده من الاف السنين، فهذا يعني ايش؟ انه من زمان في عدوى بكتيريه وزي ايه. وفي بنهايه الدوسيه طبعا هاي هون النهايه زي هيك حطيت اسئله الكتاب اللي بتهمك طبعا واللي متعلقه بالشابتر نفسه. هاي الاسئله مثلا بس الاشياء المهمه، مثلا هون بقول لك باثوجينز greatly outnumber non-pathogens، يعني هم بيفوقوا عدد non-pathogens. non-pathogens معناها مسببات الامراض. ف true or false انه هل هم اكثر؟ طبعا في انه بقول لك بس 3% من البكتيريا الموجوده بالعالم كلها هم مسببات امراض، غير عن هيك ما حدا يعني ما بيسببوا امراض، بالعكس في منهم مفيدات زي مثلا البكتيريا الخضراء المزرقه، ما هي بتعطينا اكسجين مفيده. فهون مثلا جواب هاي الجمله فولس مع التوضيح طبعا. هاي أسئلة الكتاب وهي أسئلة السنوات. شفت أسئلة السنوات لثلاث دفع وفرزنت يعني الأسئلة لكل شابتر بنهاية الدوسية مشان إنه ما تضطر ترجع وهيك. يعني مثلا هسا أصلا الهدف من هاي الدوسية إنه بدل ما تضيع على الشابتر نقول ست ساعات، إن شاء الله بساعتين بتكون متمكن منه. يعني أنت بدل ما تسمع ريكورد الدكتور وتلخص النوتات الزيادة اللي حكاها عن الدوسية وهيك وتشوف التفاريغ مثلا في شيء ما فهمته بتضطر تشوف التفاريغ، وبدك ترجع للكتاب بعد ما تخلص وحبيت تختبر حالك بدك تشوف اسئله سنوات. انت كل هذا راح ياخذ منك وقت كبير، يعني كافرج المحاضره الواحده بتاكل خمس ست ساعات. فان شاء الله خلال ساعتين يعني حاولت انظم كل المصادر مع بعضها مشان ساعتين ثلاثه تكون مخلصها. وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتم وموفقين يا رب فصلكم.